مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. إلى العنوان: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري أول مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة، وأهم القضايا الوطنية والإقليمية في صلب حوار السيد الرئيس. تحسباً لتشريعيات 12 جوان، انطلاق قوافل المكاتب المتنقلة المخصصة للبدو الرحل. الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان تنتهي اليوم عند منتصف الليل، ليبدأ الصمت الانتخابي في ظل دعوة المترشحين إلى المشاركة القوية يوم الاقتراع. تعزيزاً للأسطول البحرية الجزائرية، استلام سفينة سيرتا لنقل البضائع، تفعيلاً لدور الجزائر في الملاحة البحرية وتقليص فاتورة النقل. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. بداية، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري مع قناة الجزيرة، تطرق فيها السيد رئيس الجمهورية إلى جملة من القضايا الوطنية والجهوية كالملف الليبي وكذا عدد من الملفات العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الحراك المبارك الأصيل أنقذ الجزائر من كارثة حقيقية واضحة المعالم، ووصل تقهقر الدولة إلى درجة الذوبان، والذي انتصر بفضل سلميته. أما فيما يخص الأزمة الليبية، فقد ذكر السيد رئيس الجمهورية بموقف الجزائر الرافض أن تكون طرابلس أول عاصمة إفريقية ومغاربية يحتلها المرتزقة، مضيفا أن الجزائر كانت ستتدخل بصفة أو بأخرى ولن تبقى مكتوفة الأيدي. كما أكد السيد رئيس الجمهورية في السياق نفسه أن الجزائر عندما قالت إن طرابلس خط أحمر فإنها كانت حقيقة كذلك، وهي الرسالة التي فهمها المعنيون. وبشأن القضية الفلسطينية، قال السيد رئيس الجمهورية إن موقف الجزائر ثابت لا يتغير بالتقادم أو بالتخاذل، مذكرا أنه يوجد اتفاق في إطار الجامعة العربية يتعلق بالأرض مقابل السلام، بما يعني قيام دولة فلسطين وبعدها السلم. ولكن للأسف اليوم لا يوجد لا سلام ولا أرض، مما يدعو للتساؤل عن جدوى التطبيع. المقابلة الصحفية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية مع قناة الجزيرة تبث مساء اليوم على الساعة 5:05، ويعاد بثها على الساعة 11:05 ليلا بتوقيت الجزائر على قناة الجزيرة القطرية. أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح كوجيل رئيس مجلس الأمة اليوم بيانا هذا نصه: إن مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح كوجيل رئيس مجلس الأمة، وإذ تصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان يومها الأخير بعد قرابة 3 أسابيع من التنافس المسؤول بين الفواعل السياسية ومترشحي القوائم الحرة، والذي يجري في جو من السجال السياسي البناء وفي كنف الطمأنينة والسكينة التامتين، ونحن على بعد 3 أيام من هذا الاستحقاق المصيري. يحث المواطنات والمواطنين على المشاركة المكثفة والواسعة عبر الإتيان بحقهم وواجبهم في الانتخاب لإنجاح هذا المسعى، ومن ثم الحفاظ على اللحمة الوطنية والتيقظ من خلالها مضجع المشككين في الداخل والخارج،
يضيف بيان مكتب مجلس الأمة ويدعوهم إلى الاستثمار في الديناميكية التي تشهدها العملية الديمقراطية في البلاد باعتبارها إحدى ثمرات الوعد الصادق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يسعى في كل مناسبة إلى قطع الطريق أمام أي تأويل أو قراءة مجانبة للصواب بخصوص ما يتأسس للجزائريات والجزائريين من معالم مستقبل واعد تتأكد بشائره باستكمال مسار البناء المؤسساتي أفقيا وعموديا. كما يغتنم مكتب مجلس الأمة هذه السانحة للإشادة بالموقف المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام بخصوص المسلكية الجزائرية من مجمل القضايا الدولية لا سيما بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية وثباتها في مواقفها المناصرة لقضايا الحق والعدل والإنصاف. إن مكتب مجلس الأمة وهو يتابع الحملات المسعورة المتواترة لزمر ومنابر برلمانية وإعلامية أجنبية استوطأت مركب الضلالة وجهرت بعدائها للجزائر يتساءل بمضاضة حول مرام هذه الأطراف واللوبيات التي لما تزل تتصرف بأجندة وحسابات من وراء ستار لا تتناسب ولا ترقى إلى مستوى ما ينبغي أن تكون عليه أي ثقة متبادلة بين الطرفين. ويبدو أنها لم تفهم بعد بأن ساعة التغيير قد حان أوانها وأن الجزائريات والجزائريين واعون ومدركون بأن قدرهم سيكون الريادة كما كانت الريادة لأسلافهم حين تحرير البلاد. فإن مكتب مجلس الأمة يؤكد بأن دعاة الافتراء ومحترفي الصيد في الأوحال والذين بلغوا مستويات مرتفعة من الضغينة والكراهية تجاه كل ما هو جزائري لم يستخلصوا العبر ولم يستوعبوا واقع السياسة في الجزائر وأن الشعب ومؤسسات الدولة في طليعتها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ستكون لهم ولعملائهم بالمرصاد وستقوض مخططاتهم واستراتيجياتهم الرخيصة وتبدد أضغاث أحلامهم. تنتهي الحملة الانتخابية اليوم عند منتصف الليل وسط تكثيف الأحزاب السياسية والقوائم الحرة من التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية لاستمالة الناخبين وكسب ثقتهم. وباختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية التي دامت 20 يوما تبدأ فترة الصمت الانتخابي إلى غاية يوم الاقتراع. وكان اليوم 19 من عمر الحملة الانتخابية قد تميز بنشاط مكثف لممثلي الأحزاب والقوائم الانتخابية المترشحة. المتابعة لخالدة حجي لالي. دعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زياد من ولايتي شلف وتيارت إلى التصويت بكثافة في التشريعيات المقبلة وهي فرصة لإحداث التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية. رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد ومن ولايتي شلف وعين تمشنت دعا الشباب إلى الانتخاب على مرشحي الحزب من إطارات وكفاءات تساهم في تحقيق التغيير. ومن ولايتي البليدة وبومرداس أكد جمال بن عبد السلام رئيس حزب الجزائر الجديدة أن هذه الانتخابات التشريعية أمر مصيري ومنها نراهن على وعينا الوطني وعلى وحدتنا. عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أكد من ولاية عين الدفلة أن برنامج حزبه سيعمل على تحقيق كل الإصلاحات التي من شأنها أن تضع حداً لكل الممارسات السابقة. فتح ورشة كبيرة لبناء الجزائر وتثمين مقوماتها الاقتصادية هو ما دعا إليه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من تيارت والجلفة. الوحدة الوطنية أساس حماية الجزائر وحماية الحدود وهي ضمانات يجب أن نتركها للأجيال أكد عبد العزيز بالعيد رئيس جبهة المستقبل من بشار.
ضرورة تشجيع المستثمرين من خلال تخفيض أسعار العقار للنهوض بالقطاعين السياحي والفلاحي، هو ما دعا إليه أبو الفضل بعجي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من تيمم وأدرار. ومن ولايتي قسنطينة وباتنا، أكد رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم على أهمية المرحلة التي تمر بها الجزائر وعلى دور أبنائها من كفاءات شبانية. رئيس حركة الإصلاح الوطني في لالغويني أكد من المسيلة أنه على مرشحي الحركة إقناع المواطنين بالمشاركة الفعالة في الاستحقاقات المقبلة، كما أكد استعداد حزبه على المساهمة مع من تفرزهم التشريعيات المقبلة للتعاون من أجل خدمة الجزائر. تقوية الجبهة الداخلية من أجل مجلس شعبي وطني من شأنه أن يؤسس لعهد جديد تشريعا ورقابة، هو ما دعا إليه الأمين العام لحزب الكرامة من ولايتي سعيدة والنعامة. الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بالقاسم ساحلي أكد من ولايتي البويرة وأدرار أن هناك عدة ضمانات لإنجاح التشريعيات المقبلة، منها قانون الانتخابات الجديد، والضامن الأكبر هو المشاركة بقوة يوم الاقتراع. وبتفويض من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أكد الأخضر بن خلاف من ولايتي برج بعريج وسطيف أن الحزب يدافع عن كل ما يخدم الشعب كما يدافع عن الجزائر والقضايا العادلة. العدالة هي عماد الدولة القوية، هو ما رفع من أجله لمين عثماني رئيس حزب صوت الشعب من ولايتي قلمة، كما دعا الشباب إلى التشبث بالثوابت الوطنية. الذهاب نحو التغيير الآمن واختيار الحلول الدستورية عن طريق اختيار الأكفاء خدمة للصالح العام، هو ما أكد عليه نصر الدين سالم شريف المفوض عن حركة البناء الوطني من ولاية مسيلة. رئيس حزب جيل جديد جلال سفيان ومن ولاية جيجل فتح نقاشا واسعا مع المواطنين بعيدا عن الخطاب المحبط للمعنويات، وأن لديه ضمانات بحسن نوايا السلطة في تنظيم انتخابات نزيهة على حد قوله. ترسيخ القيم الدستورية هو ما دعا إليه مساتواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من ولاية بومرداس، مضيفا أن الحزب يسعى باستمرار إلى ترسيخ القيم الوطنية. من ولاية تيزي وزو، اعتبرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة زهراء زرواطي أن القائمة المفتوحة أحدثت أريحية في عملية الاختيار، وأن انشغالات المواطن تتطلب تمثيلا حقيقيا على مستوى الغرفة السفلى، وهو ما يستدعي تجند المواطن خلال هذه التشريعيات. رئيس حزب الحكم الراشد شرح فلسفة الحكم الراشد المتمثلة على حد قوله في النضال من أجل وحدة الأمة وقوة الدولة وكرامة الشعب، وهذا بالعاصمة وتيبازا. أكد رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروس الويبات على مكانة العلم والعلماء في تطوير المجتمع، وهذا بكل من قسنطينة وسطيف. رئيس الهيئة الرئاسية لحزب طلائع الحريات رضا بن ونان أكد بكل من ولايتي المسيلة والبويرة أن التغيير لبناء الجزائر الجديدة سيكون خلال هذه الاستحقاقات. ذكر الأمين العام لحزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش بالأفاق التي سيجسدها هذا البرلمان، وأن الموعد الانتخابي القادم استرجاع للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهذا بكل من تلمسان وعين تمشنت. وموعد 12 جوان يتطلع إليه الشباب كل حسب اهتمامه ومجال نشاطه، لكن القاسم المشترك بينهم هو إنجاح الموعد الانتخابية من خلال المشاركة الواسعة فيه. مختار إبراهيم من ولاية تيارت اختار خدمة الأرض باعتباره بعدا من أبعاد خدمة الوطن. نودين قاسمي. عادته منذ 3 سنوات يقوم مختار بكل الأنشطة الفلاحية بمزرعة والده. بغى الأرض فاني في الحصاد كيروحون نحزو يحصد معايا، كي نديرو خدمة يكون معاونهم صافي. شتو عنده رغبة يحوس على الفلاحة، أنا قلت أنا مادام ولدي يحوس على المهنة هذه ما نحرموش منها. خدمت هنا، خدمت في تلمسان، خدمت في الولايات كل، ما ساعدتنيش الرغبة تاعي الميول تاعي للفلاحة والمال وسطراحتي هنايا. عندي واحد المعتقد، انا نبغي الحاجه اللي ناكل من الحاجه اللي نصنعها، كيما المال نبغي نصرح به لازم ناكل اللحم تاعي، الفلاحه، القمح، الفارينه ناكلهم، نصافي نزرعها وناكلها انايا.
ورغم انشغاله بخدمة الأرض إلا أن وضع البلاد خاصة الانتخابات تشغل باله. راني نتابع في الوسمو في الانتخابات هذو في وسائل التواصل الاجتماعي، مانيش مقطوع محسوب، راني سارح مقطوع ولا ماذا بينا؟ إن شاء الله تكون حاجة جديدة، وماذا بينا يخدموا البلاد هذو اللي راهم طالعين، وإن شاء الله نتفائلوا خير إن شاء الله، وماذا بينا الناس قاعد تروح تفوطي، الشباب كبار. سقف أماني مختار أن تحيا الجزائر شامخة مستقرة. من جهتها المستثمرة أمال من المغير يحدوها أمل كبير في النجاح في مشروعها الخاص بالخياطة والنسيج، وبقدر اهتمامها بصنع الراية الوطنية اهتمامها أكبر في المساهمة في تشريعيات 12 جوان. نائلة حليفة. اهتمت أمال كثيرا بعالم الأعمال، حيث ارتأت أن تنشئ مؤسسة ناشئة مصغرة لمشروعها الطموح والمتمثل في خياطة الألبسة بولاية المغير، مع تعليم متربصات التكوين المهني. أي وحدة عندها هواية ولا عندها تغتنم أي فرصة، وأمال بالنسبة لي هي فرصة كبيرة. قريتها وهي هوايتي، جيت هنا نتمهن عند أمل ونزيد نتعلمها مليح مليح. الحمد لله احنا رانا استفدنا من الدولة عن طريق لونسيج، كان عندنا مشوار طويل، ما نقولكش مشوار ناجح 100%، لكن الشيء اللي حققته المؤسسة لحد الآن يعني لا بأس به الحمد لله. لم تكتفي أمال بهذا القدر من نجاح المشروع، بل أرادت أن توسعه أكثر مع تطويره بآلات جد حديثة. خياطة كنشاط هو يعني في حد ذاته قادر يكون نشاط يكمل الاقتصاد الوطني من حيث النوعية، من حيث يغطي النقائص الموجودة في السوق المحلية. العلم الوطني أخذ حصة الأسد في ورشة أمال، وذلك بخياطته وتصنيعه، كما تكلمت عن تطلعاتها وأفاقها في تشريعيات 2021. بالأخص الشباب اللي خريج الجامعات، الشباب اللي عنده مؤسسات، اللي عنده طموح، ماذا بينا أنه انشغالاته توصل قبة البرلمان. نتمنى أنهم ينفذوا على الأقل نصف أو ربع الوعود اللي مدوها. ما الحياة إلا تجارب نمر بها ونخطوها، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. أما شباب ولاية تبسة يترقبون الموعد الانتخابي، وكلهم تطلع إلى الإسهام في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يرونه مفصليا في مستقبلهم ومستقبل مؤسسات الدولة. محمد ياسين نقاش. كبير تخص برلمانية 2021 يكون ملم، لأنه هو يمثل إعلام، هو إعلامي. هم متربصون في الحقل الإعلامي، اختاروا وبحسهم الصحفي موضوع الساعة ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة. إبراهيم الطشحافي القائمة الحرة هي قالت قبل قليل إنها رايحة جلسة برنامج على أرض الواقع، لأنه الشاب عطاها ثقة. كل شخص لازم يحط صوته في المكان المناسب للشخص المناسب حتى يكون التغيير جذري. العملية الانتخابية هي من العوامل التغيير اللي لازم كل شاب من شباب الجزائر يقوم بها. القائمون على الجمعية اختاروا تحسيس هؤلاء الشباب حول ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع، يعني واسطة باش يبلغوا الصورة يعني الملاحة للمواطن أو للمشاهد أو لملاء للنخب الجزائري. لهذا حبينا في الورشة، هي ورشة تكوينية، هؤلاء إعلاميين حياديين ما عندهمش علاقة بالجنب هذا، إلا أنهم لازم يطرقوا الموضوع كونه موضوع كما أيها يعني كما كل المواضيع. المشاركة في الفعل السياسي وفرض التغيير لا يأتي إلا عن طريق صناديق الاقتراع واختيار الأنسب والأصلح. المواطنون بدورهم يتطلعون من خلال هذا الموعد الانتخابي إلى مؤسسة تشريعية قوية تستجيب لانشغالاتهم. نستناو الانتخابات هذه، نستناو إن شاء الله البلاد تسقم أولا، وثانيا المترشحين هذو يكونوا إن شاء الله حاجة إضافية للبلاد. كشباب كطاقة شبابية نستناو من هذ البرلمانيين هذو، نستناو منهم بزاف يغيرونا، يجيبولنا تغيير مليح، يجيبولنا فال مليح، الجزائر تولي جديدة كما وقفوا عليها الشهداء الأولين، نوقفوا عليها احنا اليوم. إن شاء الله نتمناو من الشعب كامل ومن كل الشباب والشابات
يتقدموا لصناديق الاقتراع، نديروا يد في اليد ان شاء الله احنا اللي نطلعوا بلادنا. ماذا بينا نطلب من الطلاب، من السيدات اللي في المنزل، من كل اللي راهو يتابع فينا دوكا، نطلبوا منهم ينوضوا ينتخبوا. وانا يعني كطالبه انتخب وانتخب وانتخب نحو الافضل ونحو التغير للافضل ان شاء الله. راح نرفع دعوه للجميع ونقول لهم لازم نوقفوا مع بلادنا، هذا هو الوقت اللي تستحقنا بلادنا ان شاء الله. ونتمنوا من المنتخبين تاعنا البرلمانيين انهم يحقوا الوعود تاعهم. 12 جوان لنسين ان شاء الله ادمن غد هاتيغ يعني كل امكرس الجزائر ان شاء الله ادسن ادفوتان يعني باش ان شاء الله ادنفغ الجزائر النغد الجزائر ان شاء الله الجزائر الخير لهنا. وماذا بيا صوتي يعني يكون قيمه مضافه لهذا الوطن. حنا ماذا بينا حنا ماذا بينا ميد نقصد بوطن ما ان شاء الله بوطن ان شاء الله ماذا بينا ادوش ليك تنظرت ماذا بينا دعاون ميد دعاون تمدينت في كل ميادين يعني في كل ميادين ماشي غير بالسياحه بالصناعه بالثقافه اسم ادوش ليك تنظرت حتى وحديت. الانتخابات 12 جوان ان شاء الله لونسيتد يعني ان شاء الله نهضه في الشباب نهضه في نهضه في في يعني الحياه السياسيه من جديد. حنا ننتظروا من الشباب هذو الجدد هذو ان شاء الله نفوتوا عليهم شباب واعي الله يبارك. ننتظر منهم بربي ان شاء الله غير يخدموا لنا البلاد برك هذا ما نحتاجه منه. الشيء كمواطن جزائري يعني ما نستناش منهم انا يعني حاجه يعني ليا بالنسبه ليا شخصيا، وانما الشيء اللي نستنى فيه منهم واللي ينتظر منهم الانسان في المستقبل ان هذه العقليه تتغير ويخدموا للشعب هذا. وتحسبا لتشريعيات 12 جوان أعطيت بولاية جانات إشارة انطلاق قافلة تضم المكاتب المتنقلة المخصصة للاقتراع وسط تسخير لكافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية. حنان بورايو. من مقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جانات انطلقت قافلة المكاتب الانتخابية المتنقلة نحو المناطق النائية والتي تضم هيئة ناخبة تقدر ب 10665 ناخب موزعين على 9 مكاتب. وأبعد نقطة من لهذه المناطق هي 700 كيلومتر من مقر المندوبية الولائية. كما سخرنا إمكانيات مادية وبشرية بتسخير 60 مؤطرا لتسعة مكاتب تصويت و39 سيارة. كما سخرنا الإمكانيات المادية من المؤن والتحضيرات التي إن شاء الله ستكون هذه القافلة إن شاء الله ناجحة 100%. ترتيبات تنظيمية وتجهيزات لوجستية محكمة رصدت لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية. سخرنا كافة الإمكانيات سواء من جهة السيارات نظمنا سيارات يعني في المستوى إن شاء الله ما يكونش عندهم حتى نقص، ووفرنا أجهزة تورية يعني انسجام يكون عندهم كاش خلل ولا حاجة يكون عندهم اتصال. وفيما يخص الإطعام وفرنا كافة الإمكانيات سواء من جهة الإطعام وسواء من جهة الطباخين يكونوا في المستوى إن شاء الله ما كان حتى نقص بالنسبة للمهمة نتاعنا إن شاء الله. هذه القافلة ستصل إلى بعد نقطة في الحدود الجزائرية مع دولتي النيجر وليبيا لتمكن سكان هذه المناطق من أداء واجبهم الانتخابي. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر فشل مساعي الاطرافي الحاقدة التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 جوان مبرزا دور الإعلام الجزائري في التصدي للهجمات العدائية والمضللة التي تطال البلاد، مبرزا الحروب الإعلامية والهجمات السبرانية وحجم التأثير الكبير الذي تحدقه مواقع إخبارية جزائرية تم استحداثها مؤخرا بكشفها لخطوط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية. وشدد بالحيمر في حديث خاص به جريدة الشباب الجزائرية على أن الشعب الجزائري الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه. وبعد أن ذكر بأهمية هذه الاستحقاقات المفصلية التي ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية
أكد بالحيمد أن الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان. كما تطرق وزير الاتصال إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة، والذي يرمي إلى تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام، حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان الجارية، وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر، كشف وزير الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بلوحة القيادة أو التحكم لهذه المواقع. ببناء الجزائر أشرف اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل كمال ناصري رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على استلام السفينة سيرتا الجديدة لنقل البضائع في عملية هي الثانية من نوعها، تعزيزا لقدرات الأسطول البحري الوطني. وهبة هو تعزيزا للأسطول البحري الجزائري باخرة سيرتا الحاملة للحاويات، مكسب جديد من أجل استغلال أمثل لنقل السلع والبضائع. هي طبعا استثمارات للمؤسسات الوطنية في لتعزيز الأسطول البحري الجزائري كما هو في الخطة العملية التي صادقت عليها الحكومة. الاستثمارات ما زالت إن شاء الله، هناك أيضا استثمار آخر وهو اقتناء حوالي 2000 حاوية، لأن هذه البواخر هي حاملة حاويات، إذن هناك مشروع لاقتناء 2000 حاوية في انتظار البدء في تصنيع هذا النوع من التجهيزات في الجزائر إن شاء الله. وهناك مؤسسات جزائرية تعمل على التخطيط للبدء في صناعة الحاويات، وبهذا يكون عندنا استقلالية أكبر. المنشأة الجديدة من شأنها التقليص من فاتورة النقل البحري بالعملة الصعبة. في الانشغال الصحي تتواصل عملية التلقيح ضد وباء كورونا بالفضاءات العمومية بالعاصمة التي توفر اللقاح للمواطنين المقبلين عليها يوميا إلى غاية 6 مساء. إبراهيم سبعون. بالظروف نفسها الموفرة داخل العيادات يستقبل المواطنون للتلقيح ضد كورونا في هذه الفضاءات العمومية. مسهلوا لنا الحالة، شف علينا نبوكسيني وهنا وفاميلا وكلش. تبع 8 يعني جست الحمد لله. حضروا على عمركم وروحوا تديروا الفاكسان. لونساوها في التواصل الاجتماعي، احنا نسكنوا في الجي صوند، لونساوها بلدية الجزائر الوسطى في الصفحة تاعهم، احنا خيرنا جينا باش كما نقول لك نديروا هذا الفاكسان هذايا. عدة نقاط على مستوى ولاية الجزائر تفتح أبوابها إلى غاية 6 مساء لكل من يرغب في التلقيح. كاين الفضاء هذا تاع سيدي محمد، كاين فضاء سيدي عبد الله، فضاء الدار البيضاء، وفضاء رويبة، وغدا إن شاء الله نتموا بفضاء شراقة. سيكون فضاء مخصص لسكان بلدية الجزائر الوسطى، وإن شاء الله يكون رايح يتنصب في حديقة بيروت على مستوى الحي التليمري. تم فتح الفضاء المجاور لمستشفى باشا لانطلاق عملية التلقيح، ونرحب بكل المواطنين الراغبين في التلقيح. التلقيح والوقاية ثنائية وجب تعميمها للقضاء على الوباء. وبولاية المدية شهدت الفضاءات المخصصة لحملة التلقيح على غرار ساحة حمو وسط المدينة إقبالا معتبرا للمواطنين لتلقي اللقاح بتسخير مستشفيات متنقلة. يقول ملك زاجولي. حملة تلقيح ضد فيروس كورونا مست الساحات العمومية لولاية المدية، والبداية من ساحة حمو وسط مدينة المدية. كوفيد عطل الحياة الاجتماعية، عطل الحياة الاقتصادية، عطل الحياة السياسية. يعني يبقى نرجع الحياة السياسية ونبدأ يعني انطلاقة جديدة لدولة جديدة، لازم لنا يعني نقضي على المشكل هذا تماما، وما نقضيش عليه بدون تضامن تاع الشعب وتضامن تاع الدولة في نفس الوقت. لأنه اليوم إذا رفضنا احنا التلقيح يبقى المرض
لا على الحمد لله الدولة الجزائرية رجل متعرفين بها الحمد لله. رانا لاباس علينا رخيم الدول من ولا منا. احنا نشكر الدولة والحمد لله ناكلوا ونشربوا والدولة قائمة بالمسؤولين. والبارح شفنا في التلفزيون شفنا دايرين كيما راهم هكذا ياتيك قلنا نتمنى وحنا لو كان يسهلوا لنا هكذا ياتيك حتى الصباح قالوا لنا روح وراكم راه كلش رخي كاين. معادلة التقرب إلى المواطن تدخل ضمن برنامج القضاء على الوباء. صحة المواطن تعتبر أولوية من أولويات الدولة الجزائرية. بهذا الأساس بعد انطلاق عملية تلقيح عبر كافة المؤسسات الصحية بالولاية واللي عرفت نجاح كبير، اليوم تقرر عن طريق تعليمات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنصيب عيادة طبية متنقلة على مستوى الساحات العمومية. العملية انطلقت اليوم على مستوى ولاية مدية واللي عرفت إقبال كبير تاع المواطنين. احنا كالعادة هبطنا إلى المواطن ونقولوا له تيا فوالا فوالا لو فاكسان، ما فيني بيستون ما فيه والو، تجيب بطاقة التعريف تاعك، تجي الطاقم الطبي شبي طبي قلبك وتجي دير الفاكسيناسيون هنايا. القضاء على الوباء هو مسؤولية الجميع خاصة المواطن ما دامت الدولة تجسد التزاماتها. كما نظمت مديرية الصحة لولاية تيزي وازو ورشة مفتوحة حول آليات التلقيح ضد الوباء، حيث عرفت العملية إقبالا كبيرا للمواطنين. الأخبار كعوان. هي الحملة الأولى لتوسيع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على مستوى فضاءات مفتوحة ببلدية تيزي وازو في خطوة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين. أنا نقول للمواطنين اللي راهم متخوفين من هذا التلقيح ويسمعوا دي زافي ماشي تاع لي بروفيسيونيل يتجهوا لهذوما المراكز غران اسباس بيبليك كيما اليوم، وهي حتكون طول لون دو لاني اترافير كاع لي دايره دو لا ولايه دو تيزي وزو. يجيو عندنا هنا كونسلتاسيون عند الميدسان يسقسيه كاع الاسئله للطبيب والاخصائيين في التلقيح. ارتياح كبير لمسناه لدى المواطنين مباشرة بعد تلقيهم أولى الجرعات. أدروح ما تفايها تفاكسيني دي بريفيرونس خاطر تفخر نثيش مش نثولا سفر سفرين ضرب دي براك كل يوم بدين يشو لامبارك يشو الفاكس أنا وقي أنا وقي سي سي باري الفاكس وليش يشو لامبارك ناشين و أسليني الغشر واحد فاكسيني تشالهار بديك سقال هناك يقف المبنين في العالم كاع ماشي عشاء طول الموت ليلا نياتون ليلا نياتون نروح مسل كثر غتفاكسيني لا خاطر الفاكس يا كي هذا غير حاضر هذا حاضر لا سونتينا. التلقيح هو اللي يجي عند المواطن هذه الاولى، وثانيا اننا ناكسيليغيو شويه لو ريتم تاع لا فاكسيناسيون. عملية التطعيم ستتواصل عبر مختلف مراكز الصحة الجوارية بولاية تيزي وزو عبر 67 بلدية بهدف تقريب وتمكين المواطن من التلقيح في أحسن الظروف. شكل موضوع ندوة الموارد المائية في الجزائر محور ندوة نظمها اليوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمدرسة العليا للفندقة بالعاصمة بمشاركة ممثلي مؤسسات وشركات اقتصادية عمومية وباحثين في المجال، تطرق إلى مواطن الخلل في الإمكانيات المائية بالجزائر في ظل النمو الديموغرافي والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. وخلصت الندوة إلى توصيات وتدابير لمكافحة ندوة المياه ووضع الخطوط العريضة لإطار قانوني فعال يضمن إدارة مستدامة للموارد المائية وحصول الجميع على مياه ذات جودة. هدفنا أنه فقط ليس نزيد في القدرة الإنتاجية ولكن أيضا نتفادى الخسائر في المياه لما ذكرتها عن طريق تبذير أو عدم ترشيد الاستهلاك إلى آخره. هذا هو هدف الحلقة السلوكية اليوم، هو كيف يمكن نأثر على سلوك المواطن الاعتيادي في استهلاك المياه وشتو بعض الأرقام، لكن ندفعوا به إلى استهلاك راح أقول لك عقلاني لهذه الثروة اللي هي في طريق الزوال. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، جدد وزير شؤون الخارجية الإيرلندية التأكيد على موقف بلاده الراسخ في الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن هذه القضية. ميدانيا، وجهت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس 5 ضربات جديدة ضد تخندقات
قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار الرملي الفاصل حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 208 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في ليبيا تتوالى ردود الأفعال المنددة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها وأدى إلى مقتل ضابطين، حيث أدنت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي الهجوم داعية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى تسريع الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، كما اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الهجوم تأكيدا على الحاجة إلى بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، وصفا الحادثة بالعمل الإرهابي. في الأراضي المحتلة اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة لقوات الاحتلال الصهيوني، فيما دعت الجمعيات الاستيطانية أنصارها إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 5 فلسطينيين بينهم سجين سابق ببيت لحم عقب حملة تهم وتفتيش للمنازل. أخبار دولية أخرى تأتيكم مختصرة بتوقيع أحلام بهلول. ارتفعت حصيلة حادث تصادم قطارين بإقليم السند جنوب باكستان إلى 63 هالكا. الحادث وقع في وقت مبكر أمس، حيث خرج قطار عن سكته ليصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس. في أستراليا اكتشف علماء الحفريات هيكلا عظميا لديناصور منقرض في مزرعة جنوب غرب كوزيلاند شمال البلاد. العملاق الجنوبي هو صنف جديد من الديناصورات الأكبر على الإطلاق في أستراليا من بين الحيوانات العملاقة التي عاشت في القارة. يبلغ ارتفاعه 6 أمتار ونصف المتر، فيما يقارب طوله 30 مترا، أي ما يوازي طول ملعب لكرة السلة. تتابع الحكومة الصينية بدقة هجرة الفيل الأسيوية بريا في مقاطعة بونان جنوب غرب الصين نحو الشمال. صور مراقبة رصدت قطيع الفيل الذي بدأ هجرته منذ 40 يوما، قطع خلالها مسافة نصف المقاطعة تقريبا، ما يعد حدثا نادرا لمثل هذه الحيوانات العملاقة في الصين. وأطلقت السلطات تحذيرات مبكرة للسكان قصد إجلائهم في الوقت المناسب. في الرياضة وتسوية للجولة 21 من المحترف الأول، تجرى اليوم مقابلتان وبرسم الدور النصف النهائي لكأس رابطة المحترفة تجرى اليوم المباراة الأولى بين نجم مقرة واتحاد الجزائر. بلال بوزيدي. الآن بدأت المباراة. تسوية لرزنامة الجولة 21 يستقبل فريق شبيبة سكيكدا شباب بلوزداد في لقاء يسعى من خلاله صاحب المرتبة ما قبل الأخيرة للتصالح مع الأنصار وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق يلعب الأدوار الأولى هذا الموسم. من جهته مولودية الجزائر يتنقل إلى المدية لتسوية المباراة المتأخرة لذات الجولة أمام الأولمبي المحلي. أشبال المدرب نبيل النغيز ورغم فوزهم في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد إلى أن لقاء العودة لن يكون سهلا على ملعب الإمام الياس، كون الأولمبي يلعب بشكل جيد على أرضه، كما أنه يسعى للتقدم أكثر في سلم الترتيب. التقارب في سلم الترتيب بين الأولمبي والمدية يجعل من المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات عدا أفضلية في خط الهجوم لصالح أشبال المدرب نبيل النغيز برصيد 31 هدفا. مباراة اليوم ستعرف أيضا استقبال نجم مقرى الحصان الأسود لمسابقة كأس الرابطة لفريق اتحاد الجزائر في مباراة الدور النصف النهائي. رهان الوصول للمحطة النهائية هدف مشترك بين النجم والاتحاد، فالأول يبحث عن نتيجة تاريخية والثاني عن لقب يضاف لخزائنه. المباراة المتأخرة بين شبيبة سكيكدا وشباب الوزداد تشاهدونها على المباشر على القناة 6 بداية من 5 مساء.
انتخب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنتهية عهدته عبد الرحمن حماد رئيسا لعهدة أولمبية جديدة خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة اليوم. وحصل صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني في اختصاص القفز العالي قد حصل على 105 أصوات مقابل 48 صوتا لمنافسه رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو. وتنضم إلينا على المباشر من مقر اللجنة الأولمبية سهيلة معوش. سهيلة تفضلي. أهلا بك فاضلي وللمشاهدين الأفاضل. إذن كما ذكرت نحن متواجدون الآن بمقر اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية أين جرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية لهذه الهيئة الرياضية. وعرفت إذن هذه الأشغال أقول جرت في أجواء هادئة سادتها روح رياضية كبيرة جدا، وعرفت حضور 79 عضوا من بين 93 مسجلا، وصوتت 25 اتحادية أولمبية إلى جانب 54 غير أولمبية من مجموع 68. إذن هذه الأشغال أسفرت على انتخاب السيد عبد الرحمن حماد رئيسا لهذه الهيئة الرياضية الأولمبية لعهدة أولمبية جديدة بعدما حصد 105 أصوات مقابل 48 لمنافسه محمد حكيم بوغادو رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة. إذن لأكثر تفاصيل يحضر معي هنا رئيس المنتخب السيد عبد الرحمن حماد ليوفينا بتفاصيل أوفى. أولا سيدي الكريم هنيئا لانتخابكم على رأس هذه اللجنة الأولمبية. ثانيا هل وفيتنا بالأجواء التي سادت هذه اللجنة. ثانيا يعني انتخابكم على رأس هذه الهيئة الرياضية إن دل على شيء يدل على ثقة الأعضاء التي وضعها في شخصكم بالنظر إلى البرنامج الثري. أظن أولا نشكر أعضاء الجمعية العامة اللي وضعوا فيها هذه الثقة. إن شاء الله يعني نكونوا في المستوى اللي راهم يستناو فينا ونديروا البرنامج يعني اللي تقدمته تقريبا كل الأعضاء إن شاء الله يعني خدمة للرياضة. والحمد لله كو شفتوا كيفاش جرات يعني في أجواء يعني كانت منافسة ولكن بكل أخوية أخوية والحمد لله. نعم إذن أكيد أنه تنتظركم مهمة جديدة خلال العهدة الأولمبية الجديدة. كذلك هذا يعني يعتبر تحدي كبير بما ينتظر من استحقاقات خاصة الجزائر المقبلة على احتضان أكبر محفل رياضي وهو الألعاب البحر الأبيض المتوسط. أكيد يعني هذا كان عدة يعني منافسات كبيرة في القريب العاجل يعني وهي الألعاب الأولمبية وين احنا لازم يعني نوجدوا التسكي لوجيستيك يعني من اجل الوفد وكذلك يعني تحضيرا للالعاب الاولمبيه راح تقام في الجزائر ويعني في مدينه وهران. ان شاء الله يعني نكونوا في حسن نكونوا في المستوى يعني اللي يليق بالرياضيين تاعنا ان شاء الله. نعم شكرا لكم وبالتوفيق في مهمتكم الجديده. شكرا لك. نعم عودة إليك فازيلي. كانت هذه آخر المعطيات أو التفاصيل التي وفانا بها رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية السيد عبد الرحمن حماد. عودة إليك فازيلي. شكرا لك سهيلة وللضيف الكريم على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من مقر اللجنة الأولمبية. والختام بالمشهد الفني لنتعرف على سيرة فنان جزائري وموسيقار بمواصفات عالمية واسم ناصع في كبريات المهرجانات الموسيقية العالمية، قائد الأوركسترا السيمفونية الجزائرية أمين قويدر في هذا البورتري لشهرزاد ينون. المايسترو أمين قويدر قائد الأوركسترا السيمفونية الجزائرية، فنان عالمي قاد أكثر من 20 أوبرا وعدة أجواق سيمفونية عبر العالم. كان خير سفير للموسيقى الجزائرية وحاز على لقب فنان اليونسكو للسلام.
سلام بالنسبة للأطفال خصوصا، وأيضا سلام بين الشعوب. وأنا كان لي شرف تعاملت في اليونسكو مع أجانب لتعريف الموسيقى العربية والموسيقى الجزائرية في إطار حوار بين حضارات. اعتلى خشبة مسرح عمالقة الموسيقى الكلاسيكية، جسد روائع تشايكوفسكي وموزارت وبيتهوفن في مهرجانات عالمية كبرى، حمل خلالها نفحات من التراث الجزائري الأصيل. الذاكرة تاعي تأخذني إلى سان بيترسبورغ في روسيا تقريبا 20 سنة من قبل. حصل لي شرف باش نقود هذه الفرقة اللي هي من أحسن الفرق في العالم، وهذاك الريجيسور نتاع الأوركسترا طلب مني قال لي شنو هذاك، وشاف هذيك خشبة صغيرة اللي طلع فيها القائد جوخ. قلت له هذه خشبة يطلع فيها القائد، قال لي ماشي غير خشبة، هنا طلع فيها تشايكوفسكي، مرافينسكي، بروكوفييف إلى آخره. أعطى لي تقريبا 15 فنان ولا مؤلفين تما، قال لي رد بالك أنت راح تكون أول جزائري راح تطلع في هالخشبة. الموسيقى بالنسبة له حوار للحضارات وتواصل للأجيال. هذا الأكاديمية راهي جديدة، عندها تقريبا شهرين اللي بدينا الحاجات، وشفنا تفاعل كبير من الجمهور مع هذا مع المجموعة الصوتية وأيضا تاع الأوركسترا تاع الأكاديمية. وبالطبع أنا نهدي السلام، ما كاش خير من السلام. الحاجة الأولى كي نشوفوا الإنسان نقولوا السلام عليكم، احنا نقولوا السلام عليكم بالموسيقى، نهديها لكل الجزائريين. وأيضا ما ننساوش أهل فلسطين اللي غاليين علينا في قلبنا، ونهدي لهم هذه القطعة الموسيقية. النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري أول مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة وأهم القضايا الوطنية والإقليمية في صلب حوار السيد الرئيس. تحسباً لتشريعيات 12 جوان انطلاق قوافل المكاتب المتنقلة المخصصة للبدو والرحل. الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان تنتهي اليوم عند منتصف الليل، ليبدأ الصمت الانتخابي في ظل دعوة المترشحين إلى المشاركة القوية يوم الاقتراع. تعزيزاً للأسطول البحرية الجزائرية، استلام سفينة سيرتا لنقل البضائع تفعيلاً لدور الجزائر في الملاحة البحرية وتقليص فاتورة النقل. لكم من أطيب المنى، في أمان الله.